Hosea. Oh, Isaraccio. Oh, Isaraccio. Hosea. الحكومة المغربية وزير وزارة الصحة الحكومة المغربية وزير الصحية الحكومة المغربية مقدمتها بطبيعه الحال الصحه والتعليم، يعني الصحه تادي بحال لا غتخرج تمشي للبيسري، كذلك الصحه يعني ما ولاتش اولويه. رحنا في هذا القطاع هذا ولا كمجتمع، سواء في قطاع الصحه ولا في القطاع الاجتماعي الاخرى ولا حتى المواطنين اللي خصنا نوصلوا لهم هذه الرساله هذه، وراه كاينين اللي كيسمعونا دابا متواجدين هنا، انه الخطر يتهددنا وان ما تبقى من الخدمه العموميه مهدد من الخدمه الاجتماعيه. وما عندنا اللي بغيت نقول لكم، عندنا ما عندناش شي خيار اخر من غير النضال، رانا نعتمدوا على الدوات ديالنا، والمغاربه راه تيعرفوا كل شيء، ما نحتاجوش حنا الخطابات الاعلاميه والاعلام، يعني الاعلام المأجور اللي كيحاول يعني ينال من الشغيله الصحيه او الشغيله التعليميه او القطاعات الاكثر اللي هي قريبه للمواطن وكتدي خدمه وكتضحي. وتحيه مجدده للاخوان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.